كيف تفاقمت مشكلة البطالة في العراق بهذا المستوى بعد العام 2003؟ وكيف ساهم الفساد الحكومي المستشري في الأجهزة الرسمية للدولة العراقية في زيادة معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة؟ وما هي الإفرازات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن استفحال مشكلة البطالة في العراق في المرحلة الماضية؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.